إيران على وشك الحصول على غواصات صاروخية متقدمة لمواجهة التهديدات القادمة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر أصبح واضحا بعد ما صدر مؤخرا عدد من التصريحات التي صدرت من قائد القوة البحرية الإيرانية بمناسبة يوم البحرية الإيرانية الذي يصادف 28 من نوفمبر، أي يوم غد. واهتمت العديد من المصادر بهذه التفاصيل المهمة مثل الأرمي ريكوجنيشن، إيران سبكتيت والجيروزلم بوست. وهذه التصريحات القادمة من هذا القائد أكد من خلالها بأن القوة البحرية الإيرانية ستتحصل قريبا جدا على غواصات متقدمة مزودة بأنظمة الإطلاق العمودية VLS، والتي هي تعتبر عدة أو تحتوي على عدد من الخلايا التي تحمل عدة صواريخ أو أنواع من الصواريخ المتقدمة، والتي ممكن أن تكون مزودة للمدمرات أو حتى الفرقاطات، وتنطلق منها الصواريخ بهذه الطريقة واحدة تلو الأخرى، وممكن أيضا تزويد هذه الأنظمة للغواصات. وهذا بالضبط ما ستتحصل عليه إيران، وإيران ستكون قادرة على إطلاق صواريخ الكروز من أعماق البحار باتجاه أهداف بحرية وكذلك برية. لا بل أكد هذا القائد بأن إيران الآن لم تعد فقط مهتمة في القوات البرية، وإنما ستكون مهتمة أيضا في القوات البحرية بشكل كبير. وقد تكون واحدة من الأدلة على ذلك هو لقاء المرشد الأعلى الإيرانية اليوم بقادة القوة البحرية الإيرانية، وقال لهم ينبغي على القوات المسلحة وخاصة البحرية منها أن تركز على زيادة جهوزيتها وقوتها القتالية في كافة الأنشطة والتخطيط، وحصول القوات البحرية الإيرانية على مثل هذه الغواصات المزودة من مثل هذه الأنظمة، أنظمة الإطلاق العمودية التي نتحدث عنها، يعتبر تطورا كبيرا بالنسبة للبحرية الإيرانية، خاصة وأن القدرات الإيرانية بهذا الجانب محدودة للغاية بحسب تقييم صدر من قبل الـ NTI في أغسطس من هذا العام قبل 3 أشهر تقريبا، تحدثت بشكل واضح بأن إيران لا تمتلك أي غواصات لإطلاق الصواريخ البالستية أو تعمل بالطاقة النووية، وكل ما تمتلكه إيران من الغواصات بشكل عام من 17 إلى 29 غواصة تقريبا، أغلب هذه الغواصات صغيرة في الحجم من فئات كورية شمالية قديمة، وتمتلك كذلك من 3 إلى 4 غواصات من غواصات الكيلو الروسية، فئة مهمة للغاية لكنها قديمة، تعمل بالكهرباء وبالديزل، يصل طولها إلى 74 مترا، تمتلك صواريخا مضادة للسفن وتوربيدات، ولكنها متواضعة للغاية، حيث أن إيران تسلمتها من عام 1992 حتى عام 1996، لكن إيران أيضا في عام 2019 أدخلت هذه الغواصة، غواصة فتح للخدمة، وهذه الغواصة تعتبر متقدمة بالنسبة للغواصات التي عرضناها الآن قبل قليل، خاصة وأنها قادرة على العمل على عمق 200 متر لمدة 5 أسابيع، ولديها بعض الإمكانيات أيضا المتقدمة. لكن ما هو معروف بأن إيران تمتلك واحدة من هذه الغواصات، ولا زال العمل مستمرا للحصول على المزيد من الوحدات من غواصات فاتح بشكل عام. والغواصات الإيرانية منتشرة بشكل عام في ميناء بندر عباس، هذا الميناء المهم للغاية، هو الميناء الذي تتواجد فيه هذه الغواصات، هذا هو الميناء، وإلى اليمين من هذا الميناء بحسب صورة القمر الصناعي تأتي مواقع هذه الغواصات، ترى واحدة من الغواصات الروسية التي تحدثنا عنها هنا، وغواصة أصغر منها تقريبا أيضا موجودة هنا، وأيضا سترى بعض الغواصات الصغيرة التي تحدثنا عنها موجودة أيضا في هذه المنطقة. بشكل عام بالنسبة للجانب الإيراني وكيف تعمل الغواصات الخاصة بهم، هم معتادين منذ سنين طوال أن تكون هذه الغواصات أن تعمل تقريبا في الخليج العربي وفي خليج عمان بشكل أكبر، وفي بحر العرب أحيانا تعمل في هذه المنطقة، وغير قادرة على التوسع بشكل أكبر بسبب إنها غواصات لا تعمل بالطاقة النووية، وقدراتها متواضعة ومحدودة للغاية، ومعدودة طبعا على أصابع اليد الواحدة على مستوى الغواصات إن كانت الروسية أو حتى نتحدث عن غواصة فاتح. لكن الغواصات الجديدة الآن التي نتحدث عنها بهذه القدرات والإمكانيات ستمكن الجانب الإيراني من العمل في منطقة مهمة للغاية، وهي في خليج عدن أو حتى في البحر الأحمر بشكل عام، وذلك لمساندة من؟ مساندة جماعة
الحوثي لمحاولة إبقاء قوة جماعة الحوثي في السيطرة على وضع مضيق باب المندب، وكذلك لمساندة الحوثيين في مواجهة الحلف الكبير الذي يواجه الحوثيين، وأن هذه مسألة مهمة للغاية أيضا في حالة كان هنالك دعما على سبيل المثال للمجلس الانتقالي الجنوبي أو الحكومة الشرعية مما تحصلوا على بعض الدعم لمهاجمة جماعة الحوثي وبدأت تحاصر، فإن هذه الغواصات قادرة فعلا على المشاركة بهذه العمليات وإطلاق صواريخ كروز من أعماق المياه لضرب هذه القوات المعارضة، وبالتالي ستعطي قوة أيضا للجانب الإيراني في مواجهة التواجد الأمريكي إن كان في هذه المنطقة إن كان في بحر العرب أو إن كان في الخليج بشكل عام، وأيضا لمساندة الوجود الصيني الهادئ للغاية المنتشر أيضا في هذه المنطقة. كذلك هذه الغواصات ستعطي فكرة كبيرة للغاية للدول الموجودة في الشرق الأوسط بشكل عام مع انتشارها في الخليج العربي على سبيل المثال، فإن هذه المرة إيران قادرة على ضرب أهداف برية وأهداف بحرية كما تحدثنا، وبالتالي أيضا الوجود الأمريكي في هذه المنطقة دول الخليج العربي ستعرف بأن هذه المرة هنالك تهديد بحري من قبل الجانب الإيراني، وهنالك اعتقاد من قبل العديد من الخبراء والمتخصصين بأن روسيا تقف خلف حصول إيران على مثل هذه الغواصات التي تم الإعلان عنها، خاصة وأن إيران خلال الحرب الروسية الأوكرانية وتقاربها مع روسيا ظهرت لديها صواريخ الفرط صوت، والتي في نهاية المطاف استفادت منها كثيرا عند المواجهات المباشرة مع إسرائيل وضربت العديد من الأهداف بدقة عالية، ثلاث قواعد جوية مهمة تمكنت من ضربها من ضمنها قاعدة نيفاتن بسرعة عالية، وإن كانت الأضرار محدودة لكن هذه الصواريخ كانت تؤدي غرضها بشكل واضح. أيضا جماعة الحوثي تحصلت على هذه الصواريخ أيضا، وكذلك أضافت أو ضربت أيضا الجانب الإسرائيلي، وبالتالي أيضا اتهمت روسيا بأنها هي التي زودت إيران وأعطتها كل هذه الخبرات والإمكانيات للحصول على هذه الصواريخ، خاصة وأن في 48 ساعة الماضية كانت هنالك أنباء بأن هنالك 6 طائرات من طائرات السوخوي 35 ستصل إلى إيران في قاعدة همدان الجوية قريبا للغاية بقيادة طيارين روس، وبالتالي هنالك تقارب كبير، وهذا هو الذي يجعل العديد من الخبراء أن يعتقدوا بأن تطور الغواصات الآن للجانب الإيراني هي تأتي بمساعدة روسية غير رسمية وغير ظاهرة، والجانب الإيراني الواضح يحاول استغلال الوقت قدر الإمكان قبل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير القادم، ويحاولون الحصول على كل الإمكانيات العسكرية لأنهم يعلمون تماما بأن دونالد ترامب والحرب ضده لن تكون حربا عسكرية بل هي حرب اقتصادية من أجل الوصول إلى اتفاق النووي. وواحدة من الأدلة على ذلك هي التصريحات الصادرة من قبل مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد مايك وولتز الذي قال ستكون هنالك محادثات مع الصين بشأن مشترياتها من النفط الإيراني، وسيكون هنالك عودة إلى الضغط الأقصى لا بل أيضا على المستوى النووي، وبعد تصويت مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجانب الإيراني كنوع من التوبيخ بسبب عدم تعاون إيران على المسألة النووية أو التقدم النووي، فإن الجانب الإيراني كان واضحا عن طريق وزير الخارجية الإيرانية الذي صرح لنظيره البرتغالي بشكل واضح بأن إيران ستبدأ بتشغيل أجهزة طرد مركزية متقدمة الآن مع كل الظروف التي مرت بهم. نفس التصريحات كانت صادرة أيضا من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، لا بل إن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال بأننا أصدرنا توجيهات وبدأنا في تغذية الغاز في الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بمعنى آخر بأن المفاعلات النووية وهي مفاعل فوردو وكذلك مفاعل نطنز هنالك العديد من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة التي قامت إيران بإضافتها، ولكن هي لا تعمل الآن، بدأوا بضخ الغاز مباشرة بهذه الأجهزة الطرد المركزية التي نتحدث عنها من أجل التعمل، وهذا سيعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم وليس زيادة تخصيب اليورانيوم، لكن أيضا هو سيزيد من قدرة إيران على أنها في حالة اتخذت القرار للوصول إلى 90% من تخصيب اليورانيوم ستكون قادرة بلمح البصر من الارتفاع إلى هذا المستوى، وبالتالي هم سيسرعون من تخصيب اليورانيوم وسيكونون قادرين في حقيقة الأمر على الوصول إلى كميات يورانيوم أعلى
من الكميات التي يمتلكونها، حيث أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أكدت بشكل واضح أن ما تمتلكه إيران الآن هو أكثر من 180 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وبالتالي هذا قد يعني ببساطة بأن الجانب الإيراني سيكون قادرا في نهاية المطاف إلى الوصول للقنبلة النووية أو الاقتراب من القنبلة النووية بسرعة كبيرة للغاية. وهذا التطور يأتي بعد إيقاف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني الذي بدأ يطبق بشكل مكثف اليوم، وهذه مسألة خطيرة لأن الجانب الإسرائيلي قال بأنهم أوقفوا إطلاق النار الآن مع حزب الله اللبناني، وذلك لكي يركزوا على الجانب والتهديدات الإيرانية. وطبعا هنالك أنظار أيضا تتجه باتجاه الفصائل العراقية، وكيف من الممكن لهذه الأمور أن تتطور باتجاه الفصائل التي أيضا لم توقف إطلاق النار، ولكن التركيز أيضا على إيران مع هذا التصعيد، لأن الجانب الإسرائيلي ممكن أن يندفع بأي شكل من الأشكال مع أضعافه للمنظومات الدفاعية الإيرانية في الضربة الأخيرة في 26 أكتوبر أن يستهدفوا المفاعلات النووية. ولا بد من الانتباه بأن هنالك 6 طائرات من طائرات B-52 متمركزة في قاعدة العديد القطرية، وهي قادرة تماما على تدمير هذه المفاعلات النووية أو المنشآت الملحقة بها، وهي مسألة خطيرة وخطيرة للغاية. بالتالي الجانب الإيراني هنا يهتم الآن في القوة البحرية، اهتمام في القوة الجوية، والواضح تماما أن المستقبل لن يكون هادئا أبدا.